السلام عليكم حبيباتي، واهلا وسهلا بكم في قناتكم اسرار ام ساره. كما قلت لكم في الفيديو الاخير اللي كنت بعثت لكم، قلت لكم راني غنسافر عند بنتي لبنان. الحمد لله جينا وصلنا بخير وعلى خير انا وبنتي ساره. وبغيت يعني باش كما وعدتكم ارسل لكم بعض الوصفات اللبنانيه. وضيفنا اول نهار صهري بواحد الاكله سميتها الاوزي، صورتها غير تصويره، من بعد غادي نرسلها لكم ان شاء الله. من بعد غادي ندير لكم هذيك الوصفه. راكم عرفتوا الانسان من الله كيكون واصل مسافر ما كيقدرش يعني لا يصور لا يدير حتى شي حاجه. الحمد لله بعد مرتاحين. اليوم هو بغى يضيفنا لان بنتي اصلا ساكنه مع يعني حماها، يعني الاب ديال الزوج ديالها، وبغى اليوم يضيفنا في الفطور واحد المنقوشات، يقول لهم منقوشه بزعتر ومنقوشه بجبن. واستغليت هذه الفرصه سولته نيت عليها كيفاش يصيبها. هو عنده الزعتر يعني كيصيبو على ايدو، يعني زعتر كيصيبو على ايدو في البيت، قال لك ديالهم اللي كيتباع بالاسواق. حنا كما كنعرفوا في مشينا كاين الغش، يعني على ايدو تيكون عارف شنو فيه الزعتر، عنده شنو كيديروا فيه يعني مكونات. عنده داير زعتر، قال لي دارت زعتر مطحون، كيدير السمسم وكيدير السماق. هاد السماق واحد العشبه حامضه شويه، راه كاينه حتى في تركيا، كنت هضرت لكم عليها من قبل. والملح على حسب الرغبه فقط. هادي غنديروا حنا اليوم، غيدير لنا يعني مناقيش بزعتر ومناقيش بجبنه. والجبنه جاب هاد الجبنه عندهم تيقول لها جبنه العكاوي، هادي تقريبا عندنا حنا بحال الموتزاريلا، يعني جبنه بيضاء ولكن كتمط، يعني خاصها من يديرها في الفرن على يعني على دوك الرغائف او دوك المنقوشات كتمط، كيدير فوقها شويه الزبده. المهم انا وريتكم المكونات، عباره عن هذا الجبن غادي نبرشوه بحال هكا بالطريقه. تقريبا نص كيلو كيدير ليه 6 تاع المنقوشات، نص كيلو غادي يخرج ليه 6 تاع المنقوشات. انا غندير غير هذا النص، تقريبا هذا ربع كيلو غنبرشوه ليه. والان اخواتي بعد ما حكيت الجبن ديالي بالطريقه نتوما شفتوه، والزعتر انا غنجهزو جهزته. كناخذوا كل ملعقه من هذا الزعتر جاهز، تقريبا كدير لنا منقوشه يعني على حسب الافراد. انا درت هنايا على حسب، كنسول اللي بغاها بزعتر اللي بغاها بجبنه. هذه الكميه غادي لنا ثلاثه منقوشات، وهذه تقريبا حتى هي دير لنا ثلاثه منقوشات او اربعه. كنزيدوا معها زيت الزيتون، ماشي زيت زيتون عفوا، انا سولته قلت ليه واش كديروا زيت الزيتون، قال لي لا، زيت الزيتون كيتحرق في الفرن كيدير زيت نباتي، والزيت الزيتون كيبقى حتى طيب في الفرن، واللي بغى زيت الزيتون كيزينو. وبالنسبه للجبن كذلك، ملي كيديروا فوق داك العجين كيدير فوق واحد قليل من الزبده، هذا حتى هو اختياري. المهم انا عطيتكم الوصفه يعني الطريقه يعني كيفاش كنديروا هذه ديال الزعتر والجبن. هو غادي يديهم الفرن هنا عندهم نفس الطريقه ديال الاتراك، يعني عجين تيكون جاهز عند اصحاب الافران، فقط انت كدير ليهم الكميه اللي بغيتي، اي شيء بغيتي هما كيجهزوه ليك. ونتلاقاو من بعد باش نشوفوه كيفاش غادي يجي من الفرن. والان حبيباتي هانتوما شفتوا المناقيش ديالنا اللبنانيه جات من الفرن. صهري خدا الفرن، عنده الفرن قريب عليهم كما قلت لكم، كيديو فقط يعني الحشوه اللي غادي يديروها فوق هذا الرغيف، وهما كيتكلفوا يعني بكل شيء. هذه ديال الزعتر انتما شفتوها كيفاش جات، وهذه ديال الجبن. تقريبا الخبز ديالهم تقريبا قريب على ديال الاتراك، هذا شويه اسمك، انا جاني انا اسمك هذا على ديال الاتراك. العجينه نفس العجينه راك درتها معكم في كثير من الفيديوهات، يعني مثل عجينه الخبز ما كاين حتى شي فرق. هادو خلاهم بحال هكا لانهم هما ملي كيصيبوهم تجمعوهم ليهم بالطريقه باش بقاو ساخنين، وكيجيو هكا ملفوفين. الحجم ديالهم كذلك اختلاف بين الحجم ديال الاتراك، الاتراك كيديرهم صغار، هادو حجمهم يعني معقول كبير. كتعرفوا العرب شويه كرامة، يعني اي شيء عندهم كيكون كبير. ايوا باقي ما دقناهمش، باينين غير من المنظر ديالهم غادي يكونوا لذاذ ان شاء الله. انا اليوم شاركت معكم هاد الوصفه وهاد العزومه ديالتهم، يعني فرحوا بينا وداروا لنا هاد، عندهم هاد المناقيش يعني مشهورين في لبنان، يعني من الوصفات اللي مشهوره عندهم هنا في لبنان. وكذلك انا بغيت نشاركها معكم، وكما وعدتكم ان شاء الله غادي نزيدكم المزيد. ما حدنا هنا جالسين، نستافدوا ونستغلوا هذه الفرصه باش نقربوا لكم المطبخ اللبناني، حتى هو تاخذوا عليه فكره كما خديتوا على المطبخ التركي. تقريبا ديك المقدار اللي وريتكم ديال الجبن ربع كيلو، والزعتر تقريبا ثلاث ملاعق، تيديروا لنا ثلاثه ثلاثه يعني منوعين على حسب الاذواق، يعني كله والذوق ديالو.
كذلك بالنسبه للجبن عندنا في المغرب هذا العكاوي، تقدروا تبدلوه باي جبن نتوما كتحبوا، المهم غير يكون يعني كيسيح فقط. وحنا يعني البديل، حنا ما عندناش هذوك الافران اللي كيستعملوا لنا بحال هذه الوصفات، يعني نستعملوهم في البيت بعجين عادي فقط. والان ما بقى لي غير نودعكم في امان الله، والى يعني فيديو قادم ان شاء الله، على يعني على حسب الظروف، كما يعني تحت لي شي ظرف غادي نقدم لكم المزيد، وكما يعني كنتسنى منكم دائما جام اللي كنتظرها منكم، وكذلك التعليقات ديالكم اللي كيحفزوني وكيخليوني يعني نجتهد ونزيد نعرفكم يعني بالوصفات المختلفة. واللي باقي ما اشتركش في القناة ديالي يشترك، وكذلك يعني فعلوا الجرس، لان كيجوني بعض التعليقات اخوات ما كيوصلوهمش الفيديوهات، كيوصلوا متاخرين، هذا غير فقط من عدم تفعيل الجرس. فعلوا الجرس وغيوصلوكم يعني الوصفات ديالي في الوقت ديالها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.